حبيبي يا روحي يا أمي يا نسيني تعبي وهمي يا هدية من الله حملتك يا شافي من قلبي شلتك يا نبضي وشرياني ودمي حبيبي يا روحي يا أمي ضيفتنا أكيد هي نجمة معروفة على امتداد العالم العربي، حققت شهرة كتير كبيرة وعملت مجد ومزالت برصيد الكتير من الأعمال الفنية اللي حفظناها واللي رددناها واللي شاركناها نجاحاتها. أكيد هيدا كان كله بكم، ولما إجا للو صار العالم كله بكم تاني. اختلفت نظرتها لكتير من الأمور، اختلفت رؤيتها لكتير من الأمور. اليوم للو يمكن هو أو أكيد أعظم شيء بحياتها هو يمكن بسمتها، وهو فرحتها، وهو سبب وجودها واستمرارها بهالعالم. معنا مباشرة على الهواء النجمة اللبنانية باسكال مشعليني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وليد، صباح الخير لكل أم عم تسمعنا هلا. يمكن هذا أحلى نهار بالسنة، بحبه كتير هذا النهار. أنا ما أعرف إيش حبه كتير هذا عيد الأم. من أنا وصغير كتير حبه النهار، يخلي لك أمك ويخلي كل أمهات لبنان وكل أم عم بتضحي وتعطي، كل أم عطت يضلهم فوق راسنا مضويين يا رب. أنا بدوري كمان بعيدك من كل قلبي، والله يخلي لك ابنك إلي وهيك تضلك على طول حده. وهذا الشيء منشوفه ومنلمسه قديش بالفعل الأم بتتغير حياتها لما هيك ربنا بينعم عليها بطفل أو طفلة، وقديه منشوف الفنانة والنجمة قد ما تكون وصلت لمجد كتير كبير ولا شهرة، وصار عالم الفن كله هو عالمها. كيف لما هيك بيصير عندها طفل صغير كل حياتها بتتغير من فوق لتحت إذا فينا نقول، وبنشوف قديش الفنان عن جد بيبعد عن كل هالأضواء يلي بتغرنا نوعا ما بمطرح معين بحياتنا أو بوقت معين بحياتنا. هيدا الشي شفناه معك كمان، قديش لما ربنا عطيك إلي بعدتي عن الأضواء. ايه يعني من 4 سنين مزبوط. يعني هو قلت كلمة انت لانه قلتيهم كلهم، فرصحبي اخذت اهم شغلة قلتيها هي المجد. بفتكر الام لما تصير ام هي مجد لها، يعني بمجرد الانثى تحبل وتجيب طفل هذا بتحسي مجد. انا بحس انه عطاها الله نعمة، عطاها شيء هيك سبحان الله. الأنثى ما بتحس بحال الأنثى إلا عن جد الله ما يعطيها. أكيد في ناس يمكن ما بيعطيهم، بيكون عنده زيت الحب والحنية وزيت الأمومة، بس في شيء لما بيخلق بهالجنين ببطن هالأنثى هالأمرأة سبحان الله تتغير. يمكن بتصير تبكي دغري، بتصير إذا عندك تصبر هي بتشعر بأنوثتها، تشعر بأنوثتها أكثر لما بيكون عنده الولد. أكيد بس في إشياء كثير غير الأنوثة، يعني يمكن في عندها عنيد بروح، في عندها تكبر أيام بروح، بتصير عندها تضحية مش طبيعية، بتصير مش ملك حالة، ملك هالشخص الآخر لآخر يوم بعمره. يعني بتعطي 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 ما بتشبع. يعني الله يخلي لي أمي تضلها فوق راسي وحبيبتي، لأنه هي مشت معها مشواري وعلمتني الحلو وعلمتني الصح وعلمتني الأخطاء. فبحس إنه لهلأ الماما بدل ما نحن نعمل لها، هي بتفكر بخي إذا أكل وتفكر إذا أختي إذا عملت. يعني لكل دقيقة ما بتحط اللي بتقولي أقولك أكلوا أقولك، يعني مش معقول. الأم شغلة كبيرة، شغلة عظيمة عن جد، أحلى شغلة بالكون. يعني بس كان أمتي وزميلتي ماري رح تتفقوا كتير لأنه اتنيناتكم أمهات، وهيك حسيتكم عم بتطيبوا لبعضكم. مش بس عم بتطيب لبعضنا، كمان أنت عندك ماما. ما في حدا ما عنده ماما مرليك. الطبي حبيب أمه والبنت حبيبة بيا، انت بتعرف الشغله يعني 100%. ايه فكمان يعني لندو هلا حبيب باسكال. ايه
يعني لا بحب ملحم وبدق معه وكل شيء تنسى مثل بعضنا، بس انه اذا ما عملوا شيء يا ماما شو انه مثل ما انا كنت انا صغير دغري يا ماما هيلب مي، يعني انه بتكون هي الام عشو الطرفين يعني بترخي وبتشد بترخي وبتشد. واليوم فات لعند على الأودة كثير مهضوم اليوم كان كيف عايزة اليوم جيب لي كاندل محملية ملحم كاندل مش حقيقي كاندل بتدوي على ريموت كنترول بتقول لك مام يو ار ذا كوين هابي ماذرز داي مع ورد وكذا وغني لي هابي ماذرز سيم تو يو سيم تو يو، يعني كثير مهضوم اليوم او مين وبكير لمعطر يا حرام فكان كثير مهضوم. نعم الله يخليك على البيت. نعم الله يخلي لك وهيك يضلك فوق راسه. قديش عم بعيط حدك بده اياكي يمكن تعال اتس اوكي يو لاف ذا كوين اوكي كان يسي هالو كان ايه بدنا نقول لك خلينا نحكي هيك نسمع صوته بس قول هابي ماذر داي هابي ماذر داي جاست هابي ماذر داي اف شي سي اي لاف يو بليز يلا سي هابي ماذر داي ما بده جود مورنينج سي جود مورنينج جود مورنينج بس هابي ماذر داي عم بقول لك خلص غير يا ليلو يا ليلو عم بقول لك يا ليلو بس سي هابي ماذر ها شوف قول له جود مورنينج وليد هلو جود مورنينج ليلو جود مورنينج لك يا ليلو لك انت القصة كلها يا ليلو لو بتعرف شو عاملين لك يا ليلو انا جود مورنينج انا جود مورنينج طيب طيب ثانك يو الله يخلي لك يا باسكال ميرسي يا عمري ميرسي وخلينا نقول كل انسان كمان فقد امه بهالنهار ان شاء الله روحها تكون بالجنة وكمان كثير ناس فقد امها منقول انه منصلي لهم كل ام متألمة عندها حدا مريض الله يكون معها كل ام عندها ابن مهاجر كل ام جيش عدد ابنها يعني منقول لهم مرسي 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 منحبكم كتير كتير وشو ما نعملكم قليل عليكم فما ننسى حدا لأنه مش بس بالفرحة ننسى حتى الام الحزينة أو الموجوعة كمان. نعم نعم قديش إذا ما نرجع هيك شوي نحكي عن موضوع الفن والأغنيات قديش بتحس يمكن عندك طاقة لتقدر تعطيها حتى بمجال الغناء ومجال هيك الشهرة من بعد ما الله طعمك وعطيك إليه؟ ليكي أنا مثل ما قلتي بالألفين وعشرة لما تجوزت وحبلت عشرة وحداش يعني تركت ورجعت من سنتين بكثير إشياء يعني رجعنا عم تهددني ونبغيك وغنيت للو وأحلم البنات وهالسنة كان الألبوم يمدكدك والخليجي كان جران شكسي وهلأ من أسبوع اللي نزلت رجعت أبقى معك اللي كمان كتير سعيدة بنجاحها لإلى خامس يوم على أنغام بي نمبر وان ككليب وأغنية فأنا هذا كتير يعني مفرحني وأنا أنا رد عليه بتشوفوه على تيفيات كلها إن شاء الله إن شاء الله فبتحسي رجعتي بي يمكن كمان هالفترة اللي تحت فيها يعني وأنا قلي 24 سنة مني بنت مبارح بالفان فهيدا الشيء يعني حس كتير إشي يعني ألبوم اللبنان الجاهز ل من بعد عيد الفطن الله راد في أفكار براسي في إشياء بيعطيك إيه بيعطيك قوة بيعطيك باور وبيعطيك شيء تعني كرمال ابنك كمان يعني بتصير أنت أيام البي أو الأم بحبوا يعطوا كرمال ولادهم كمان هيك كيف يعني بفخر أو بيساعد إنه في إشياء مميزة فأكيد بيعطي الأمومة. نعم بس قال شفنيك بكم لحظة لحظة عمل عمل وليد شو هاي يعني لا عم بسمعك وحياة ربي عم بسمعك ليكو على فكرة على فكرة كمان انه انا من الناس اللي ضليتني بالفن تقريبا 18 قولي عقبالك وقول لهم ان شاء الله عقبالي يعني كمان انا عطيت كتير بالفن قبل أكيد ما 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 خلفت اتجوزت يعني بس ترجع هيك بنشاط يعني ايه بهذا اللي بدي اقول لك انه شفناكي كمان ببرنامج مش من زمان من فتره يمكن تقريبا من شهر او شهرين ماكسيموم شفناكي بيطلي هيك صرنا كلنا نقول باسكال شو محليه شو عامله بحالها هالقد الامومه مثل ما قلت بتحلي وبتعطي هالانوثه بتصير بارزة أكتر هيك يعني بالمرأة أكتر ليك كتير هيدا قالوا لي أنا عم بقول لهم شغلة واحدة إنه اشتقتولي يمكن لأنه شوي لما بت هيك بتغيبي وبتطلي بشي حلو وبشي اشياء كمان بتكون مميزة فرق ما كل يوم تكوني على التيفي كتير مهمة هيدا كثرة الطلعات كمان مثل قلتها انا هيدا برأيي وقلتها كمان مثل قلتها بس الامومة اكيد بتعطيكي
شفافية ونعومة. يعني إذا بدك مثلا أنه أنا قبل كنت دايما أقول ماما ليه هيك بتبكي؟ كل شيء بتبكي، على الفرح بتبكي قديما يعني وعلى الحزن بتبكي. يا ماما شو قصتك أنت كل ساعة الدمى؟ أنه ما كنت دمى هلا. لا عن جد ما عم بكي الحقيقة. نعم أكيد أكيد. من نهار اللي شلولي اللي وبطوني حملوني من إيدي نزل شلالات مي من عيوني. هلا صرت أقل شيء يعني إذا بدك أنا ساعد بيقولوا لي فوتي بكي بدور ببكي دغري. لكن بصير عندكم بصير عندكم ميزة جديدة، بصير في كبسة على الجانب عرفتي كمان. أنا ماري كمان نفس الشيء هلا من الصبح هيك اليوم يعني هديلها دموع عصوص ونقطة بتبقى بيقول. ما بعرف شو هالكتلة الغريبة اللي بتخلق. يعني أنا وصلت لمرحلة إذا واحدة الأخبار وعم شوف أي طفل مقتول أو أي طفل عم بيتعال يعني خلص شدت معتي وعم بعمل كامبيت وبكي بكي. يعني إذا طفل لقيته على الطريق بدي لف لرجع أعطيه أغراض وأكل ودفي، يعني بحس إنه هيدا مثل ابني. يعني كيف ابني دافع وعامل؟ طب هذا شو ذنبه هالطفل اللي تهجر وتعطل؟ بتصيري كل شيء بتحطيه على ابنك على حياتك. مزبوط مزبوط. مش طبيعي مش طبيعي. يعني كتلة أحاسيس مش طبيعية بتخلق مع مع ولادة الطفل عن جد. صحيح. باسكال اليوم بمناسبة عيد الأم، يعني أنت اليوم صرتي من النجمات الأمهات، اليوم حبك لابنك ممكن بيوم من الأيام يخليك تبعدي عن الفن ولا لا بالعكس بحفزك أنك تعطي أحلى وأحلى؟ الاثنين اللي قلتهم اليوم هلا بال 2016 بيعطيني أعطي الأحلى والأحلى بصوتي، لأنه رح تلاقوا أشياء كتير حلوة رح أقدمها بالأعمال اللبنانية بالموال وبالطرب اللبناني وبالمصري بأشياء رح أعطي أحلى ما عندي كرمال مسيرتي كرمال الناس هالقد اللي بتحبني وكرمال للو يفتخر بأمه أكيد مثل أكيد. ما قلت بس في يوم من الأيام إذا حسيت ابني بحاجة كتير لإلي أو أمي مش بس ابني، لأنه أنا كتير أمي عندي إياها بالدنيا كلها، هي تركت الدنيا ومشيت معي كرمالك. صحيح. أكيد أكيد بترك. بس في شغلة أنا دايما بقولها أنه لو ترك الفنان في زاول مهمته هو بعائلته يغني ويفرح ويعمل هالمثال له، بس إذا انطلب مني أكيد بضحي، لأنه يوم من الأيام الفن بده يروح مني، بده أكبر، بده مثل كل باقي. إذا دامت لغيره كما دامت لك يعني أكيد بده يكون إنسان متصالح مع نفسه. ويمكن أو مش يمكن أنا قلتها هلأ مقابلة من يومين، يعني أنه الفنان كثير حلو يترك هو حلو بصوته بشكله، مش بالآن ترك لأنه قالي ما بعرف شو شفت الوجه الأشط هي ليك وصوته مبح ما بعرف. يعني بينما برا كل ما يكبر كل ما بيكرموه ببلاد برا للأسف يعني كممثل هون أو فأنا بفضل أترك بالصورة. بس نهار ابني بيقول لي مام أنا بحاجة لقلك ما بدي أكيد أكيد ولا بفكر أقول لا. بس هلأ عندي كتير عطاءات حسيتها ومثل ما الله بريد شو الله بيه هو بيهدينا أكيد. بس كل قبل ما هيك نتابع معك وصلنا واتساب من مستمع اسمه إلي حداد بيقلنا حياتي وروحي كملها للو باسكال مش علاني أطيب قلب بالدنيا وأطيب إنسانة ينعاد عليك أم للو. هيدا من مرسي إلي حداد. مرسي للو لإلي ولكل اللي اسمه إلي لأنا لأنه سميت لليس وللو إليو. ايه. أنا بحب مرياش على السلام وبحب هالاسم كتير. يمكن ما في بيت ما في إلي صحيح. يعني خي اسمه إليو يعني نحن أخواتنا كمان أنا وليد. إلي إلي. وعلى فكرة الغنية يعني كتير نزلت ونحطت بمطارح كتير وكتير قالوا نسبيز بالألبوم دومية رح أرجع دمها بالألبوم لأنه كل اللي اسمه للو. ومرسي للو اللي قال لي إلي ويخلي له أمه إن شاء الله يا رب. تانكيو. باسكال هيك آخر كلمة بتقوليها لأمك بمناسبة هذا العيد كأنك أنت بينك وبينها؟ بقول مرسي على كل شيء عملتي لي، تعبتك كتير بعرف، كسرتك وصهرتي وأيام عصبت شوي هيك يعني بتعرف واحد يكون بضغط الشغل بينط بيفور. لو شو ما عملت لك لآخر يوم من عمري ما رح شيكي، بحبك كثير، مرسي إنك واقفة حد بتربية للو، إن شاء الله أعرف ربي للو مثل ما ربيتينا على الاحترام والتقوى والصلاة والإيمان واحترام الكبير هالإشي الحلو اللي ربينا عليها، بحبك كثير 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 قد الدنيا كلها ما في عيش بلاكي. ويخلي لكم أماتكم ويخلي كل أمات لبنان ويفرح قلبهم، يعني إن شاء الله كل أم هيك أولادها بنتها أو ابنها يفرح لقلبها بكل شيء يعني بكل شيء.
وما في غير إلا هيك. شو بدي إلا أكتر من هيك؟ بحبك كتير. ونحن منحبك كتير باسكال، وينعد عليك مرة جديدة. ميرسي. وخليني أقول شغلي كمان. أنا هون بدي أتشكر للو لأنه خليني يكون ماما. لأنه كتير حلو إنه هو الولد لما بيجي بخليك تكون ماما كمان بنقول له، بقول له ميرسي. يعني اليوم أنا قلت له أنا بدي أقول لك ميرسي، خليتني أكون ماما. نعم. الله يخلي لك يا باسكال وخلي لك أمك، وعلى طول نشوفك هيكي بأحلى طلة وعم تقدمي أجمل وأرقى الأعمال مثل ما عودتينا. ميرسي قلبي. أكيد بوعدكم راجعة على العيد إن الله، رح تشوفوا الكليب والألبوم اللبناني كتير حلو. خلا دايما صوتي يقدم الأحلى والأحلى، تجينا أيام حلوة على لبنان إن شاء الله، تكون صيفية مباركة، هالعالم ترتاح شوية من هالمشاكل. حرام بالفعل، يعني الشعب اللبناني تعب كتير. مثل لك وليد، مثل لك مريم، كل الأميات اللي عم يسمعونا هلأ، خليني أقول له مش غنيتي للو ولا مشاهد لحقلهم ست الحبايب. نعم أكيد. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة ويا حبيبة وحبيبة. يسلم الصوت، يسلم الصوت يا باسكال. صوتك شو حلو يا باسكال، ومرة جديدة من عيدك عن جد، وكل التوفيق ومبروك الغنية الجديدة راجعة. راجعة تبقى معك ضيعة مدري شو بني تار اللي بيودعك أهول يودع دني. الله. يعني أهول يودع دني بس ما يودعه. شو هالكلام المنير اللي كاتبه وملحن مبدع شي. رائعين رائعين. بانتظار أعمالك الجديدة أكيد باسكال، وكل التوفيق لأليك ومرة جديدة ينعاد عليك. ميرسي يا قلب، وميرسي لإليك ولوليد ولكل العاملين بإذاعة البلاغ. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. أهلا وسهلا. الله معك. باي باي. باي باي. باي باي.